ديالك احساس ديالك الصوت هو احساس ديالك سكون عنديش داك الماتش انا الموت الصوت الصوت الاربع الاربع ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب ونتمناو الفوز على كندا باش نتلاقاو مع الزماليون ونردوا داك الثقر اللي عندنا قديم ونتمناو نردوا لهم الثقر وديما مغرب عاش المغرب شكرا لك الماتش اليوم زوين تبارك الله ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله نفوز على كندا وندوزو ان شاء الله اسبانيا ولا المانيا ان شاء الله عاوتاني نحققوا الحلم ديالنا ان شاء الله ووصل الى الربع النهائي ولا نصف ان شاء الله على وديما ديما ماروك ديما المغرب ديما ركراكي ديما المغرب ركراكي ديما ركراكي راني ركراكي شو باش بك اليوم خويا صراحه كاملين لعبوا زوينين تبارك الله عليهم وكنبغيهم كاملين كنقولهم بالتوفيق كاملين ان شاء الله شكرا لك اخويا ديما المغرب وديما بركان وديما بركان وبيبا المغرب انت بركان بركاني كان الماتش زوين وفرحنا تبارك الله وفاز عليهم وديما بركان بركاني كنت نتوقع ماكش موقع يتغلب بالصحيح ربحت ان شاء الله ربحت والمكتب كان هكا وفاز عليهم وديما بركان ديما بركان شكرا لك شكرا لك شوف كي جاك الماتش اليوم اخويا ماتش تخاتلوا الدراري والله الا لعبوا نيشا كنت ناوي الماتش غيكون والله الا ناوي لا زعما غادي يدير واحد النتيجه ولكن اللهم لك الحمد لعبوا الدراري تقاتلوا الله يعمر لهم الدار اللهم لك الحمد فرحونا كما فرحونا الله يفرحهم ان شاء الله شكرا لك بزاف اجواء 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 كنعيشوها اجواء استثنائيه واجواء خياليه هنا كمية ديال الناظور طاقم ديما تيفين تواجد في جميع المدن المغربيه واليوم حالي حتنا الرحال مدينة ديال الناظور كنقول لكم الاجواء ديال الفوز اجواء ديالنا شوف شوفوا معايا اجواء هستيريا واجواء اكثر من جميله هنا بمدينه الناظور مشاهدينا اربع نقاط دخلت للتاريخ باسم اسم ابن مغربي ركراكي ابن المغرب ولد البلاد كما كيقولوه الحمد لله فرحونا وفرحوا المغاربه كامل في كل بقاع العالم داخل وخارج ارض المغرب وهذه دائما هي اجواء المنتخب اجواء الفوز للمنتخب الوطني المغربي هنا بمدينه الناظور مشاهدينا كنقول لكم الاجواء عيشوا مع الاجواء عيشوا مع الاجواء ديال المنتخب الوطني شوف المنتخب المغربي مزيان كنت عارفه غادي يربح المغرب كنشجع المغرب حيت رباه كنت عارفه المغرب غادي يربح ضد داول الى احسن هاجر فحد داس والعالي عقبه ومعمر ان شاء الله السلام عليكم يتدم زوارود ما مش دوارة مذاني تا المغرب يويتي ان شاء الله ما مش دوارة واخي حال فشا الحظي بارتي لاني يعذون مش يا مارا نويت ان شاء الله بارتي لاني قولك كندا ان شاء الله تتناوي نهار الخميس ودي المغرب
بسم الله. السلام عليكم الاخوان المغرب. عجبنا الحال بزاف وعجبنا الحال والحمد لله. جبنا العز وجبنا العز وجبنا العز العز المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتلاحظوا هنايا كاين تقريبا نصف المهدور، كلشي فرح بهذه النتيجه الايجابيه واللي قدمه المنتخب الوطني المغربي. عندنا فيه واحد الثقه الكامله ان شاء الله يطلع النصف النهائي، وكنتمنى الفوز في المقابله الجايه ان شاء الله. وكيفاش كتشوفوا كاملين بالنسبه للجمهور الغفير هنا في شارع جيج الملكي مقهى النور. الحمد لله جميع الاطراف، النساء الرجال الشيوخ، جميع الفئات الصغيره والكبيره كما تشاهدون على الشاشه. الحمد لله والشكر لله والسلام عليكم. السلام عليكم. اقوم الطاكسي قس بالدخ شقيك يوم. عاش المغرب، حب الوطن، العالم المغربي كور ذكذمي. المغرب كلنا واحد.